اهلا بيكم في فيديو جديد من قبل ما تشتري. الفيديوهات دي احنا بنتكلم فيها عن البرفان قبل ما سيادتك تروح تجيبه وانت مش عارف عنه اي حاجه في اي حاجه وتلبس فيه في الاخر وتقول يا ريت اللي جرى مكان. فيديو النهارده ما تقلقش مش هتلبس فيه ولا حاجه، البرفان ده هيبقى كويس وحتى لو جبته وانت مش عارفه يعني في الغالب هيعجبك ومش هتندم انك جبته. هنتكلم عن جيمي تشو مان ايس. البرفان ده انا اتكلمت عنه من فتره ولكن لسه برضه في تساؤلات كتير جدا عنه، هل يجيبوه ولا لا، فقلت اعمل عنه فيديو قبل ما تشتري الخص كذا نقطه كده مهمه تعرفها عنه قبل ما تقرر تجيبه. طبعا في الاول في الاخر القرار قرارك والاختيار اختيارك. الاول لو مش عامل سبسكرايب يا ريت تديني واحده سبسكرايب واكتب لي في كومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اعمل لها ريفيو او في مقارنات في دماغك ما بين البرفانات وبعضها ممكن اعملها. ودلوقتي برضه الخنفاري على الانستجرام ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت، ممكن تعمل لي فولو لو عايز. ونرجع تاني لجيمي تشو مان ايس. ايه الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن البرفان ده قبل ما تجيبه؟ انت محتاج تعرف ان البرفان ده تركيبته وريحته كويسة ولكن واخده الستايل بتاع ديور اوم كولون. لو انت من محبي ديور اوم كولون وبتحب احساس الليموناتا الساقعة والتلج والكلام ده يبقى هتحب البرفان ده. لو انت ما بتحبش الليموناتا يبقى مش هتحب البرفان ده، بس اعتقد معظم الناس بتحب الانتعاش بتاع الليمونيد والتلج والكلام ده. فتركيبة البرفان ده بتدي لك احساس ان انت دلقت جردل تلج على دماغك في يوم حر، والاحساس ده بيبقى الاول 20 دقيقة ولا حاجة، لان بعد كده الميدل نوتس بتيجي والميدل نوتس فيها نوتات خشبية وارضية، فالبرفان تحس ان هو تقل منك شوية. وده بياخدنا لحاجة تانية تعرفها عن البرفان ده وهي ايه مواقف استخدامه. مواقف استخدام البرفان ده باختصار ممكن يعني احددها لك ان هو يبقى برفان صيفي وربيعي للجو المعتدل. ممكن تستخدمه يعني في الحاجات الفورمال او الكاجوال ولكنه ميال اكتر للكاجوال بالرغم من ان في شويه توابل وشويه نوتات ارضيه وخشبيه، ولكن ميال اكتر ان انت يعني استخدامه للكاجوال. لو هتستخدمه فورمال ممكن تستخدمه فورمال لو انت نفسك بتروح الشغل كاجوال، يعني لو انت عندك اجتماع في الشغل والاجتماع ده مش لازم تبقى لابس بدله ممكن تحط البرفان مفيش مشاكل. لو انت شغلك عامه يعني قميص وبنطلون وخلاص ممكن تحط البرفان ده مفيش مشاكل. فالبرفان هيبقى برفان كويس جدا متعدد الاستخدامات في الصيف والربيع. البرفان في المجمل يعني الاعتماد عليه هيبقى كويس وهتحس ان البرفان مديلك هيبه وقار ومديلك ميكس كويس ما بين ان هو فريش وما بين ان هو ليه يعني دبس او عمق شويه في التركيب. حاجه تانية تعرفها عن البرفان ده ان اطراءات السيدات معاه ماهيش الاقوى وماهيش الاقل، يعني متوسطه عادي، يعني البرفان ميديوكر في الموضوع ده او متوسط في الموضوع ده. مش هتحس ان انت يعني حاطط حاجه جاذبه قوي للسيدات او حاطط حاجه منفره ليهم، لا البرفان كويس لو معدي من جنب واحده ولحظتك مش هتتكلم يعني الا لو انت سالتها ايه رايك في اللي انا حاطه هتقول لك اه ريحتك كويسه بس. فالبرفان ما تتوقعش منه يعني ايه اداء خارق للطبيعه من النقطه دي، ولكن لو نازل تقابل واحده في حاجات افضل بكتير قوي ممكن تحطها في اعتبارك عن البرفان ده حتى لو في الصيف وبالنهار. ونازل تقابل واحده بالنهار وده طبعا يعني شيء غريب شويه بس مش مشكله، لو انت نازل تقابلها بالنهار في اختيارات تانية ممكن تبقى انسب شويه من البرفان ده، ولكن لو اعتمدت على البرفان ده ما اعتقدش ان هو هيغزلك وهيبقى كويس بشكل عام. حاجه تانية تعرفها عن البرفان ده وهو اداؤه. اداء البرفان ده عامل ايه بالظبط؟ والله برده اداؤه متوسط، يعني الاداء برده ما اقدرش اقول ان هو قوي قوي ولا ضعيف قوي. الاداء كويس، الفواحين بتاعه كويس، الثبات بتاعه ممكن 3 4 ساعات ولا حاجه، فما تتوقعش كتير لان هو البرفان في المجمل يعني برفان متوسط بكل المقاييس. فالاداء برضو مش هتلاقيه هو الاقوى ولكن الاداء اقدر اقول ان هو مقبول عند معظم الناس وهيقضيك اليوم مفيش مشاكل. ولكن ايه، حاول ان انت تبحبح ايدك شويه وانت بتحط البرفان ده واعرف انت هتحطه في انهي موقف وحاول انت ايه توفقه مع نفسك. ولكن من نقطه الاداء ما اقدرش اقول ان هو رايح في داهيه ولكن اقدر اقول ان هو متوسط مقبول. نيجي لحاجة أخيرة تعرف عن البرفان ده وهو سعره. إيه سعر البرفان ده؟ سعر البرفان تقريبا بتراوح ما بين أو يعني بيلعب حوالين الـ 40 45 دولار أعتقد. فالبرفان كقيمة مقابل سعره هو برفان كويس، مش غالي ومش رخيص، هو متوسط في كل حاجة حتى سعره متوسط. فأنت هتاخد يعني هتاخد حاجة متوسطة بسعر متوسط بجودة متوسطة وكل حاجة. هل تجيب البرفان ده ولا لا؟ انا انصحك بشده ان انت تجربه، ولو انت من محبي الديور اوم كولون يبقى هات البرفان ده وتوكل على الله لان هو ارخص نسبيا من الديور اوم كولون فانت هتاخد قيمه مقابل سعر كويس. لو انت مش من محبي الستايل بتاع الديور اوم كولون ممكن ما تجيبش البرفان ده او تتغاضى عنه وخلاص وتصرف نظر وتشوف حاجه تانية يعني في السوق موجوده بدل البرفان ده. ولكن في المجمل البرفان يستحق التأني شويه ويستحق التوقف عنده. ممكن انصحك انك تنزل تجربه، يعني حاول تفهمه، حاول تديله فرصه،
البرفان في ناس كتير جدا بتحبه، ولكن برضو في ناس ما بتفضلوش قوي، مش هقول بيكرهوه ولكن ما بيفضلهوش، يعني ما فيش حد بيكرهه ولا حاجة، ما فيش حد بينفر من الريحة دي، ولكن في ناس بتقولك لا لو هشتري هشتري حاجة تانية افضل من ده، وده طبعا شيء انا متفهم. يا ريت الناس اللي عندها البرفان ده او تعرفوا يكتبولي في الكومنتات ايه رأيهم فيه، وهل ينصحوا فعلا الناس ان هم يجيبوه او يبعدوا عنه، ونتناقش في الموضوع ده، لان في اسئلة جد كتير جدا في الموضوع ده من ساعة ما عملت الفيديو اللي فات لسه بتطرح، فقلت اعمل الفيديو ده، ويا ريت الناس اللي بيملكوا البرفان ده او اللي عارفينه يشاركوني الاراء تحت، يعني عشان الناس تستفيد اذا كانوا يجيبوه ولا لا.